مقارنة بين البطاطس المقلية والبطاطس الشيبس. المقلية بتكون طويلة والشيبس مش بتكون طويلة، والمقلية بتحط معها كاتشب وصوصات كتير، أما الشيبس بتحط معها صوصات أكتر. المقلية مشهية بس الشيبس كمان مشهي، والمقلية عاوزة إننا نعملها أما الشيبس هنشتريها. والمقلية بتحط فوقها ملح وبهارات، أما الشيبس بتحط فوقها بهارات وملح. وبس كده فعليا، امتى اخر مرة مرتب وبس كده؟ شكوا في قناة، سي يو.